حفل تسليم الجوائز بجائزة الشعر، وطبعاً سأطلب من رئيس لجنة جائزة الشعر الأستاذ أحمد نبر أن يلتحق بالمنصة للإعلان عن أسماء الفائزين وإلقاء كلمته. فليتقدم مشكوراً. أستاذ أحمد نبر هو رئيس لجنة الشعر هذه السنة، وهو باحث أكاديمي وناقد أدبي مشارك في العديد من الندوات العلمية داخل المغرب وخارجه. له الكلمة. تحية لهذا الجمهور الذي يحتفي بالكتاب المغاربة ويحتفي بالشعر، ولأن ما تبقى يكسس بالشعراء. سعيد جدا أن أكون رئيس هذه اللجنة، شاكرا وزارة الثقافة أولا على الثقة التي وضعتها فينا كأعضاء، ثم أيضا في أصدقائي وزملائي في أعضاء اللجنة الذين أيضا وضعوا الثقة في باسم أعضاء اللجنة المكلفة بالنظر في الأعمال الشعرية المرشحة بجائزة المغرب للكتاب 2019، المكونة من السادة حسن وهبي، المهدي أخريف، علال حجام، محمود عبراني، وأحمد سليمة. اسمحوا لي أن أطلعكم في عجالتي عن أهم المحطات التي توقفت عندها اللجنة في عملية القراءة والفحص قبل إصدار قرارها النهائي. توصلت اللجنة بلائحة من 27 عملا، وهو عدد ضئيل بالنظر إلى رحابة النشر الشعري بالمغرب، لكنه مثير ودال، حيث يضم حساسيات شعرية مختلفة احتفت بموضوعات متفرقة تداخل فيها الواقعي والتخيلي، وكتبت بلغات متباينة تراوحت بين اللغة الفرنسية والعربية الفصيحة والعامية، كما اختارت أنماطا تعبيرية جمعت بين العمود والتفعيل والنثير والنص المفتوح. وأمام هذا التنوع اللافت كان لزاما على اللجنة الاحتكام إلى معايير دقيقة في القراءة والتحكيم تستحضر كل هذه الفوارق السابقة. هكذا بعد سلسلة من الاجتماعات التي تخللتها محادثات طويلة، بحثت اللجنة في المناطق الخفية لكل عمل إبداعي على حدة، وقد شكل حصر لائحة أولية ثم ثانية جزء من خطة القراءة بغية الوصول إلى عمل قد تتوحد عينه الطرائق. ولأن قانون الجائزة يقتضي فائزا، فقد أخضعت اللائحة القصيرة لمعايير جديدة كانت أكثر صرامة تنظر فيما يميز نماذجها من جودة إبداعية وخصوصية شعرية. والحقيقة أن هذه اللائحة القصيرة استوقفت اللجنة طويلا واستدعت من أعضائها نقاشا مستفيضا، انتهى بالتوافق أخيرا على اختيار المناصفة بين عملين شعريين، أحدهما باللغة العربية والآخر باللغة الفرنسية، وهما ديوان لا أوبخ أحدا للشاعر مصطفى ملح، والثاني ديوان بالفرنسية غير توتال سوي دوفول ليكلا للشاعر رشيد خامس. هنيئا للفائزين بهذه اللحظة الثقافية، هنيئا لوزارة الثقافة، هنيئا للمغرب الكبير، هنيئا لوجوهكم الجميلة.